فضيلة الشيخ، لقد ذكرتم حفظكم الله أن اللون الأحمر الفاقع أو الصارخ حرام لبسه على الرجال، فهل هذا التحريم يدخل في لبس القميص والبنطلون أيضا؟ نعم، في كل لباس أحمر خالص لا يجوز للرجل أيا كان، سواء كان قميص أو كان جبة أو سروال أو غترة، لا يجوز لبس الأحمر الخالص. أما الأحمر الذي فيه لون غير الحمرة، فيه لون آخر، فلا بأس بلبسه، إنما التحريم في الأحمر الخالص فقط. نعم.